شلون ما افكر بلدي شلون يتطور او مصلحه البلد وين. كلنا نفكر بطريقه خطا، كلنا يراد لنا تصحيح ومراجعه انفسنا والتعامل مع الواقع بشكل منطقي. ما يجوز احنا كل يعني سلبيه نحولها الى خطا فاحش او كبير. اخطاء كثيره موجوده الان في العمل الرياضي كله موجوده وحتى في كره القدم، لكن هذا ما يخلينا انه نفقد انسانيتنا ونفقد وطنيتنا، بالتالي يعني يصير الكلام بعيد عن الذوق وبعيد. صح هنالك من يتألم، انا يتصلون بي ناس انا ما اعرفهم حقيقه ويعاتبوني على تصريحاتي في ليش انت مثلا جامل المنتخب، ليش جامل اللاعبين، ليش انا ما جاملهم. لا انا واجبي التربوي انه احمي اللاعب من الحرب النفسيه اللي يعاني من عندها قبل المباراه او قبل البطوله وبعد المباراه. لا بس الكثير يتهمك انت ماسك العصا من الوساط وما تتهم جهة بعينها المسؤولة عن فوضى كرة القدم بالعراق ودمار منتخبنا الوطني وسوء النتائج، والناس تنظر إلى الأكاديميين والدكاترة أنه يشخصون خللنا، خللنا إداري فني. إحنا شو وقت شخصنا الأخطاء؟ نعم ما تصدق، إحنا شخصنا الأخطاء من 2004، في عام 2003-2004. شنو اللي كسبته أنا كشخص يعني كرياضي يعني مختص؟ ما كسبت إلا العداء والنفور والإهمال، وجوي ناس أضعف منك أخذوا مكانك وصاروا فوقك وصاروا يحاسبوك بسبب مبدأ. المبدأ أنت مشكلة لما تصير مبدئي تفقد كثير من الأمور والمنافع اللي تفيدك. لذلك أنا ما أقول لك تخليت عن المبادئ، لكن المبادئ لغاية أنه يعني تتوقع أن الأندية يعني شنو مشكلتي في الأندية؟ المبدأ أنه ما أسمح لأحد يتدخل معي بعملي كمدرب. لذلك تلقى الأندية أغلبها اللي عملت بها ترفض هذه هذا المنطق. ما يجوز المدرب موظف عندي ولازم يسوي شيء. لا غلطان أخي، أنت ما لك علاقة بالرياضة، أنت ما تفهم بالرياضة وجاي صاير عليه مسؤول وتريد تقرر بمكان ما يصير. هذا اختصاصي يعني. على العموم المبدأ الآن إذا تعمل المبدأ تخسر الجميع. ما يعني هسه إذا أنت شخصت المشاكل راح تخسر الناس القائمين. كثيرين طبعا كثيرين، هنالك من لا يقبل، هنالك من لا يقبل ان تقول له على عينك حاجب. احنا مشكلتنا الان الوضع متأزم للغايه. من وضعي انا الان لا ناقه ولا جمل، لا مستفيد من زيد ولا من عبيد، واذا اشوف الفوضى موجوده عليه تهدئه الموقف وعليه تهدئه الشارع اساهم، معناه انه مو صاحب سلطه او مسيطر على مو تشخيص الخلل هو الطريق للوصول الى الحل. نعم، لكن موضوع الجهلة اللي دخلوا بالوسط، الجهلة اللي هم الآن يعني مسيطرين بالوضع، يعني هم مسيطرين بشكل وين مسيطرين؟ أندية، اتحادات، ما أنت تريد تورطني ويا الناس. أنا لا أحكي لك، أنا أحكي لك المنطق. يعني أنت تريد الصح، أنا أحكي لك المشكلة. المشكلة أنه العلماء ما لهم دور بالرياضة بالعراق، والجاهل إلى دور، الاختصاص ما لهم دور بالرياضة بالعراق. الآن مدربين يعني أفضل منهم أخذوا فرص أكثر مني، ناس كانوا وراي الآن يفكرون أنه يصيرون قبلي، عندهم حتى الذوق. يعني في مرة من المرات